قلت لي وين صاحبك اللي بغيت له رخصة القيادة؟ إذا مش موجود كيف بنسوي له الفحوصات والاختبارات؟ كيف اصلا بنعرف انه يسوق ولا ما يسوق؟ لا انت من السواقه ما شاء الله ممتاز فنان في السواقه. تفضل هذه الصوره، هذه الصوره حقه، وهذه رتب الفحوصات والشغلات دي. تمام. هذه رخصتك جاهزة.